عاجل مرتكب أبشع جريمة في الإسماعيلية يعود لمكان الواقعة، ننشر التفاصيل. وعاجل، لماذا دعت أمريكا الأمريكان في إثيوبيا لمغادرة إثيوبيا فورا؟ ننشر التفاصيل. وعاجل، ضربة كبرى من جهاز حماية المستهلك وينتصر للشعب المصري؟ ننشر التفاصيل. وعاجل، حقيقة تراجع الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم. وعاجل، تفاصيل إغلاق طريق مطار القاهرة الدولي. وقناة السويس تسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل مرتكب أبشع جريمة في الإسماعيلية يعود لمكان الواقعة، وننشر الآن التفاصيل. اصطحب فريق من النيابة العامة المصرية المتهم بارتكاب أبشع جريمة في الإسماعيلية إلى مكان ارتكاب الواقعة لتمثيل الجريمة في نفس مكان وقوعها. وأمرت النيابة العامة بالحبس 15 يوما المتهم بارتكاب هذه الجريمة. وقالت زوجة قتيل إسماعيلية إن الحادث تسبب في حرق قلوب الأسرة بأكملها. أشارت إلى أنها لم تتحمل مشاهدة الفيديو وإكماله إلى النهاية، وتابعت بقولها: مفيش حاجة تبرد نارنا، ونفسنا يتعدم في نفس المكان اللي قتل فيه زوجي، كان سبب في قهرة ولاده. أشار إلى أن مشهد قتل زوجها والتمثيل بجثته لن تنساه طوال حياتها. وقالت: عندنا 7 أبناء وبنته على وش جواز وبيشتغل علشان يحاول يكمل جهازها. أشارت إلى أنهم لم يعد لديهم مصدر للدخل نهائيا بعد قتل جوزها الذي كان يدبر احتياجات أسرته باليومية. وألقت الشرطة القبض على المتهم في وقت سابق وبعد ارتكاب الجريمة، وتحفظت على الأسلحة التي تم ضبطها بحوزته والتي استخدمها في تنفيذ جريمته. واستمع فريق من النيابة العامة بالإسماعيلية لأقوال المتهم وشهود العيان حول الواقع، فيما تم تفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث. مصدر معنا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نتم مع بعض الخبر آخر. وعاجل، لماذا دعت أمريكا الأمريكان في إثيوبيا لمغادرة إثيوبيا فورا؟ حذرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا رعاياها من تردي الأوضاع الأمنية في إثيوبيا في ظل زحف قوات جبهة تحرير تيجري نحو العاصمة الإثيوبية، داعية مواطنيها للاستعداد لمغادرة إثيوبيا. قالت السفارة الأمريكية في بيان: تدهورت البيئة الأمنية في إثيوبيا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيجري. وتم تقييد جزء كبير من الطريق السريع E2 الذي يربط أديس أبابا بالمدن الواقعة إلى الشمال من قبل السلطات الفيدرالية، ما أدى إلى اضطراب المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، ونتج عن ذلك بيئة سفر غير مسموح بها بشكل عام. أضاف البيان: يحظر حاليا على موظفي السفارة الأمريكية السفر خارج حدود مدينة أديس أبابا. كما نقترح بشدة أن يعيد المواطنون الأمريكيون النظر في جدية السفر إلى إثيوبيا، وأن يفكر الموجودون حاليا في إثيوبيا في اتخاذ استعدادات لمغادرة إثيوبيا. أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في وقت سابق بعد تهديد قوات جبهة تحرير تيجراي بالهجوم والزحف نحو العاصمة. كانت جبهة تحرير تيجراي قد أعلنت أنها انضمت إلى قوات إقليم أورومو التي تقاتل أيضا ضد الحكومة الإثيوبية المركزية، لافتة إلى أنها تدرس الهجوم على العاصمة أديس أبابا. قال المتحدث باسم الجبهة جيت شاتشو رضا في تصريحات أوردتها وكالة رويترز: انضممنا إلى جبهة تحرير أورومو، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيجري ستتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا فسنفعل ذلك، لكننا لا نقول إننا نزحف الآن إلى هناك. ودعا رئيس الوزراء أبي أحمد في وقت سابق مواطني في جميع أنحاء إثيوبيا للانضمام للقتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيجري، بعدما أعلنوا السيطرة على بلدتين استراتيجيتين في شمال شرق إثيوبيا.
جاء تقدم مقاتلي الجبهة بعد يوم من ورود تقارير بأنهم سيطروا على بلدة ديسي قريبة، وبعد إعلان حكومة منطقة أمهرة عن خطط لإعادة توجيه كل الإنفاق لدعم الجيش الفيدرالي للدولة. أكدت الجبهة أن مقاتلين موالين لها استولوا على بلدة كومبلوتشا في منطقة أمهرة على بعد 250 كيلومتر شمال شرق العاصمة أديس أبابا. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. نحن الآن نشهد يعني سقوط دولة إثيوبيا وسيطرة جبهة تحرير تيجراي في الأوقات القادمة على أديس أبابا وسقوط أبي أحمد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. ضربة كبرى من جهاز حماية المستهلك وينتصر للشعب المصري. واستمرارا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين، شنت أفرع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات على الأسواق تحت إشراف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، حيث أسفرت تلك الجهود على مدار أسبوع كامل عن النتائج التالية. في محافظة الدقهلية ضبط 71.5 طن من المقرمشات الخام داخل أحد مصانع المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط كمية من التونة والنودلز منتهية الصلاحية، وتم ضبط 1.5 طن نحاس و47 ألف قطعة سباكة مجهولة المصدر، وتم تحرير 56 محضر لعدد من المحلات التجارية، وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير. في محافظة كفر الشيخ ضبط 25920 عبوة ألبان وشيكولاتة داخل أحد مخازن المواد الغذائية مجهولة المصدر، وضبط كمية من الحلوى الأطفال بها ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها داخل أحد مخازن المواد الغذائية، وضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكمية من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار والغش التجاري لضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية. وفي محافظة الإسكندرية تم غلق مستشفى تعمل بدون ترخيص وغلق 4 عيادات ومعامل للتحاليل لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة، كما تم توقيع عقوبة الغرامة الفورية لعدد 32 محل تجاري ومخبز وكافيتيريا ومطعم لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق عقوبة الغلق الإداري ضد 22 محل تجاري ومخبز وكافيتيريا وصيدليتين، وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة. وفي محافظة القليوبية تم ضبط مصنع للملابس يقوم بتقليد علامات تجارية شهيدة، كما تم ضبط 3780 عبوة عصير مجهولة المصدر وكمية من الحلاوة الطحينية وعسل النحل والمكرونة وملح الطعام مجهولين المصدر. طبعا في محافظات أخرى، ولكن ده عشان ما طولش على حضراتكم. هذه كانت يعني معظم الضبطيات القضائية من جهاز حماية المستهلك. إن شاء الله يعني جهاز حماية المستهلك شغال بكل جدية وبكل حزم. تحية طيبة لي، لأنه فعلا بيحافظ وبيحمي المستهلك. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. حقيقة تراجع الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم. كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما تم نشره من أنباء بشأن تراجع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاع الصحة والتعليم. قال المركز في بيان إنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، أكدت أنه لا صحة لتراجع الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة والتعليم. شددت المالية على أن هناك تطورا كبيرا وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم بشكل سنوي، حيث ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2021-2022 ليصل ل 108.8 مليار جنيه، مقارنة ب 93.5 مليار جنيه في موازنة عام 2021-2020 و 73.1 مليار جنيه في موازنة 19-20 و 61.8 مليار جنيه في 18-19. كما ارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة الجديد 2021-2022 ليصل ل 172.6 مليار جنيه، مقارنة ب 157.6 مليار جنيه في موازنة عام 20 وعام 21 و 132 مليار جنيه في موازنة عام
19 وعام 20 و115.7 من 10 مليار جنيه في موازنة عام 18 وعام 19. المصدر معانا كان من RT ومجلس الوزراء، يعني يوضح الأكاذيب المنشورة بخصوص قلة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. يتم مع بعض الخبر آخر وعاجل تفاصيل إغلاق طريق مطار القاهرة الدولي. أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية غلق طريق مطار القاهرة من اتجاه الطريق الدائري والسويس بدءا من أمس الثلاثاء لحين انتهاء أعمال التطوير. جاء ذلك نظرا لأعمال التطوير والتوسعة في طريق الدائري السويس. وأهابت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالسادة المسافرين القادمين لمطار القاهرة استخدام طريق الأوتوستراد والعروبة، وكثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظا على سلامة الجميع من الخطر. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الآخر خبر، ولكن خبر صار معنا وعاجل. قناة السويس تسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة. وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأن إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2021 سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة، محققة أعلى حمولة شهرية في تاريخ القناة قدرها 112.1 مليون طن. وأشار رئيس الهيئة في بيان نشرته إدارة القناة إلى أن إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2021 سجلت عبور 1847 سفينة مقابل 1620 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 227 سفينة بنسبة زيادة قدرها 14%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 112 مليونا و100 ألف طن مقابل 100 مليون و600 ألف طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 11 مليون و500 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 11.4%. وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر من عام 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.4% من حجم إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 551 مليونا و100 ألف دولار مقابل 490 مليونا و200 ألف دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 60 مليون و900 ألف دولار. المصدر معنا كان من RT. نتمنى إن شاء الله الخير لمصر والإزدهار للإقتصاد المصري، ونتمنى الخير للشعب المصري العظيم. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما طولتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.